السلام عليكم ورحمة الله. بالنتيجة 3-2 المصري يتفوق على نادي الزمالك. مش هنتكلم في فنيات ولكنه فوز مستحق لنادي المصري. مش هنتكلم في فنيات، هنتكلم على المقارنات بين صفقات الأهلي والزمالك. كل لاعب راح الزمالك وليس دفاعاً عن لاعب الزمالك. كل لاعب راح الزمالك معذور إنه يبان بالمستوى ده. سواء كان مصطفى شلبي، دونجا، السيسي، لا، مقارنات ظلمة. انت بتروح لفرقة النهاردة بتاخد مقدم العقد، بكرة مش عارف هتاخد بقية فلوسك ولا لا. وادي واحد عدم استقرار فني، جهاز فني قبل كده، المدرب والمدرب العام بيتخانقوا مع بعض. فين الاستقرار اللي يبان فيه مستوى لاعب حقيقي في ظل ان دول كانوا نجوم في فرقهم قبل كده؟ زمان كان يجي أحمد الشيخ للنادي الأهلي من المقصة، مكسر الدنيا وهداف الدوري، يجي في الأهلي ما يبانش بمستواه الطبيعي. ده بنتكلم طالما موجود فيه استقرار فني وموجود فيه استقرار إداري أو مجلس إدارة، يبقى خلاص، يبقى عيب لاعب إن هو مش قادر يتحمل الضغوط اللي بتتحملها لاعب الأهلي والزمالك. إنما لما تيجي لدونجا وتيجي للسيسي يبقى مكسرين الدنيا، ومصطفى شلبي مكسرين الدنيا في انديتهم قبل كده وبيلعبوا كوره محترمه، ويجي ما يبانوش بالمستوى اللي احنا شفناه بيه قبل كده، يبقى خلاص، يبقى مش عيب لاعب ابدا. جهاز فني بتحصل فيه مشاكل، ماشي، جهاز فني جديد بفنيات جديده بتكتيك مختلف، بالاضافه ان مجلس الاداره انحل، لا، رئيس مجلس الاداره في السجن، رئيس مجلس الإدارة طلع ومسك تاني. تيجي طيب مجلس الإدارة هيتغير، فلوس متأخرة، مفيش استقرار. حتى تشكيل على باب ننسجم أنا والزمايل اللي جنبي، بيبقى خلاص يتشال واحد ويتحط واحد، وأجرب ده وأجرب ده. فين المستوى اللي يبان بيه اللاعب؟ فين؟ لا، مقارنة ظلمة بين مروان عطية في استقرار، في تشكيل، في جهاز فني، في مجلس إدارة، في مستحقات. كل دي عوامل بتأثر على اللاعب. يا ريت ما نقارنش غير لما تكون نفس العوامل ومن نفس مقومات النجاح موجودة، وابدأ أقارن مقارنة بين لاعب وبين لاعب. كل سنة وانتم طيبين، وما تنسوش تدعمونا.